من second exam September 2020, problem 2. The figure shows a box of mass m equals 0.15 kilogram that is pushed against a spring, spring constant k equals 500 newton per meter by 2 centimeter on a frictionless horizontal surface. The box is released from rest to move freely on the frictionless surface with the speed v1. The box enters the rough surface coefficient of kinetic friction mu k, ماليش عليها, and stops after moving a distance L equals 34 centimeter. في البارت A find the value of V1 عند بداية الرف سيرفيس, يعني نقول بين position 1 and 2 نطبق conservation of energy عشان نوجد ال V1, وهنا V0 أو V0 equals زيرو. هطبق او الكيناتيك انرجي عند البوزيشن نقول زيرو احسن, زيرو ون, مع البوتنشال انرجي في الانيشيال بوزيشن الورك من الزيرو للون يساوي الكيناتيك انرجي ون مع البوتنشال انرجي 1. ما عندناش اي ارتفاعات, ال h equals 0 في التو بوزيشنز. كيناتيك انرجي في البدايه بزيرو لان ما فيش اي حركه, started from rest. البوتنشال انرجي half ال k x سكوير, ما فيش اي ورك لا فورس ولا فريكشن بين الزيرو وال1. كيناتيك انرجي مطلوبه عند ال1, وما فيش بوتنشال انرجي لان خلاص ما فيش اي كومبريشن, حصل ريليزنج توتالي للسبرينج ومفيش ارتفاع. الكي 500 والانضغاط 2 سنتيمتر, الماس 0.15, والفي 1 مطلوبه. اذا الفي 1 ايكوالز نشطب الهاف مع الهاف, يبقى 500 تايمز 0.02 سكوير تقسيم 0.15, وناخد سكوير روت للانسر 1.15 متر بير سكند. في البارت بي بيقول فايند ذا فاليو اوف ميو كي, يبقى هنطبق بين يا اما الزيرو والتو او الوان والتو. افضل نطبق بين الزيرو والتو عشان لو غلطنا في حساب الفي 1 ما ياثرش على اللي هنحسبه اللي هو الميو كي في الحاله الثانيه. الاول نحسب النورمال فورس لان هنستخدمه في الفريكشن. ببساطه عندنا ام جي لتحت يبقى نورمال لفوق, ولكن عشان توري الدكتور انك فاهم جبت منين النورمال, سيجما الفورس في اتجاه الواي ايكوالز زيرو, يبقى النورمال فورس ماينس الام جي ايكوالز زيرو, يبقى الان ايكوالز ام جي. دلوقتي نطبق الكونزرفيشن اوف انرجي بتوين البوزيشن زيرو الانيشال بوزيشن والسكند بوزيشن اللي هو هيتوقف عنده. في البداية ما كانش في اي سرعات, كان فقط عندنا هاف في الكي في الاكس سكوير. دلوقتي في فريكشن نحطه بالنيجاتيف لان احنا عارفين ان هو بيعاكس الحركة, يبقى ميو كي في الان في الديستانس يساوي هيتوقف ومفيش اي سبرينج ومفيش اي ارتفاع. اذا half الكي 500.02 سكوير ماينس الميو كي مطلوبة الان ام جي يعني 0.15 في 9.8 والديستانس 34 سنتيمتر يعني 0.34 متر. اذا
ممكن نقول half في 500 في 0.02 سكوير، ده اداني 0.1 equals الرايت سايد، اداني 0.5 ميو كي. لو قسمت 0.1 تقسيم 0.5 اداني الميو كي 0.2. يبقى طبقنا الكونزرفيشن اوف انرجي مرتين، مره بين الزيرو والون ومره بين الزيرو والتو. كنا ممكن نطبق بين الون والتو بعد ما حسبنا الفي 1 نستخدمها في ايجاد الميو كي بدراسه البوزيشنز 1 اند 2، هيطلع طبعا نفس الجواب.